ومن بين كل الناس علقني من يوم شفته وعيني جات في عينه حسيت شي في عيونه حيل يجذبني لما ابتسم بنت بوجهي تناوينا صدفة ومن بين كل الناس علقني من يوم شفته وعيني جات في عينه حسيت شي في عيونه يارا ليست مجرد مطربة وإنما هي حكاية نجاح جميلة ومختلفة عن باقي المطربات تطربنا دائماً بصوتها الدافئ من خلال أغنياتها المتنوعة الممزوجة بالدلال والرومانسية إنها النجمة اللبنانية يارا التي إذا تتبعنا مسيرتها الفنية سنتعرف على أنها تتدفق بالكثير من الاختيارات كما أنها تتمتع بذكاء من نوع خاص جعلها تأخذ لنفسها ستايل خاص بها مميز عن باقي المطربات من بنات جيلها يارا تعرف جيداً قيمة ما تقدمه لجمهورها لأنها تحترم مستمعيها جيداً كان لابد أن تظل دائماً في قلوبها ولدت الفنانة كارلا وهو الاسم الحقيقي للمطربة يارا في الأول من شهر يونيو بداياتها الفنية كانت مبكرة وتحديداً في سن 15 من خلال مشاركتها في برنامج كأس النجوم وحصلت على المركز الأول لتختفي فترة طويلة وتعود عام 2005 من خلال أغنية حب كبير وبعده بعامين قدمت ألبوم توصفية ومن بعد ألبوم صدفة وعام 2008 قدمت ألبوم أنت مني وعام 2009 ألبوم خليجي ومن أشهر أغنيات النجمة يارا التي لقبت بأكثر من لقب منها ملاك الشاشة، ملكة الرقة، أميرة الطرب العربي أغنيات مثل صدفة، ماروم، أنت مني، توصفية بالإضافة للدويتو الرائع الذي جمعها بالنجم فضل شاكر من خلال أغنية أخذني معك الليلة نحن على موعد مع يارا لتأخذنا معها في عالم من الرومانسية والأحلام بصوتها الطربي الجميل ما شاء الله كل هذا يارا وعندها أكيد المزيز خشيتها لجمهورها علشان تغني على المسرح بعد شوية يارا شنو الأسرار اللي خشتها سر صغير تقولين لجمهورك الليلة سر ولا مرة خبيت شيء الحمد لله كل شيء على المفضوح يعني ما في شيء كل واضحة يعني جداً. ما عندك سر يعني مثلا زواج قريبة لا 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 ولا تفكرين الآن لا هلأ مؤجل الموضوع كمان صفات فارس الأحلام يارا يعني ولا مرة فكرت هيك بشي معين بس طبعا مثل ما كل بنت يعني بتحب انه يكون بيحبها وبيحترمها طبعا يكون مثقف يكون تحبين يكون مطرب؟ هو عارف مش ضروري حسب يعني ما رح اختار يكون مطرب او يكون نعم. مش مطرب اللي القدر يجيبه وتحبينه صح يارا يعني تتميز كما يعني سمعنا قبل شوية بأنك أنت على المسرح ملكة رومانسية رقيقة كل هالصفات الجميلة الآن الألقاب كثيرة للفنانات هل ضروري يكون لكل فنانة لقب؟ يعني أنا بالنسبة لي مثل ما معروف يعني أنه الألقاب هي مش يعني ما بتعمل الفنان بس الناس يعني اللي بيحبوا بيشوفوه بهيك بصوره معينه بيحبوا انه ينادوا يلقبوه فيها ف حلوين اللي سمعتهم ميرسي ان شاء الله اكون بستحق حلوين تستاهلين انت اكثر شكرا يارا اشوف الفنانات متحفظات هذه الايام في المقابلات يعني سواء كانت في التلفزيون الانترفيو او حتى بالصحف ليش أنا عم تسأليني يعني كل الفنانات بشكل عام يخافون يقولون شيء ويحسب عليهم ولا يعني أنا بالنسبة لألي أكيد لما يكون عندي شيء أحكي عنه بحب أني أكيد يكون في يعني أني أعمل مقابلة نعم. بس أوقات يعني بيكون حكيت بكتير مواضيع نعم. حكيت فيها قبل فبيصير ظهوري على التلفزيون يأخذ على نعم. بمجلات أو شيء خلاص بيصير كأنه عم كرر اشياء نعم. دائما عم بتصير فبلاها بيختفي شوي يارا بس قولي لنا شنو شعورك الحين قبل لا تطلعين المسرح يعني هلا بصراحه شوي ارتحت قبل كنت متوتره بس قبل ما اطلع المسرح رح اكون متوتره اكثر
ان شاء الله. يلا ندعي حق يارا لانها بتروح المسرح، مسرح زين في انتظارش، زين الليالي، ليالي فبراير، انتظروا يارا بعد دقائق.